نعم، حتى في القرآن شيخ محمد يعني شواهد كثيرة، يعني حتى مع أنبياء الله عليهم السلام فيما يتعلق بالعاطفة، وأيضا تأثرهم بهذه العاطفة، وربما كان في أيضا تأثيره في اتخاذ القرار، يعني عاطفتهم أثرت في اتخاذ قرارهم. يعني هم أنبياء الله ضبطوا أنفسهم ولا شك. يعني مثلا إبراهيم الخليل في قضية ذبح ولده إسماعيل، ورأى في المنام أنه يذبحه، رؤيا الأنبياء حق عليه التنفيذ. نعم. العاطفة ماذا تقول؟ عاطفة الأبوية تأبى الذبح، لكن لم تقف عاطفة خليل الرحمن عائقا أمام تنفيذ أمر الله، فأخذ السكين وتله للجبين، والله سبحانه وتعالى فدى إسماعيل بالذبح العظيم. كذلك عاطفة إبراهيم كانت تدفعه للاستغفار لأبيه، لأنه لا يريد أن يدخل أباه النار ولا تخزني يوم يبعثون. لكن لما تبينت له الحقيقة، هو قال من أول سلام عليك سأستغفر لك ربي. لما علم الحق، الله عز وجل حرم الدعاء الكافر بالرحمة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الله. شوف كيف يعني لم تأخذ العاطفة فتجعله يستمر مثلا في الدعاء له بالرحمة. كذلك نوح مثلا، العاطفة يعني هو يريد إنقاذ الولد، لكن الله عز وجل قضى أن يبقى هذا الولد على الكفر، وهذا الولد عاند، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. نوح قال ربي إن ابني من أهلي، يعني توعدتني أن تنجيني وأهلي وابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وكان الكلام شديدا، إن أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. شوف أم موسى ضربت لنا مثلا عظيما في الموضوع. الآن العاطفة تقول يعني ضمي إليك الولد وكوني معه، أو أهربي به، أو لكن ألقيه في اليم، العاطفة تأبى هذا. صحيح. لكن لما كان إيمان موسى، إيمان أم موسى قويا، والله عز وجل أوحى إليها، وأوحينا إلى أم موسى، ليس مثل وحي الأنبياء، لكن هذا إلهام الله لها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. نعم. فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. طبعا غريب يعني عجيب هذا، يعني إذا خفتي عليه ألقيه في اليم، طيب اليم في مهلكة. صحيح. قال ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب شيخ محمد، يعني هنا يعني تظهر فعلا يعني أشكال من العاطفة الطبيعية، وأنت حتى أشرت في بداية الكلام يعني أن العاطفة يعني مهمة في الحياة، بل أن ربما الحياة يعني لا طعم لها بدون هذه العاطفة. لكن حتى يكون لنا شيخ يعني بيان أوسع أو ضابط يعني أكثر لهذه المسألة، نريد أن نعرف ما هي العاطفة المحرمة، العاطفة التي نهى عنها الشرع، العاطفة التي نهى الله عز وجل عنها، لعلنا يعني نأخذ إجمالا حول هذا الموضوع أو هذا العنصر تحديدا بعد فاصل قصير نستأذنك فيه، ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نتابع بعده حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السماء فجوال زاد رفيق السرى. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة، أحب الرسول به يقتدي، حياتي هناء مع السنة.
أتانا بهادي الكتاب المبين، فأحيا الأنام من الظلمة من الظلمة من الظلمة من الظلمة، وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمة. محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com. بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. المواقف بين الحقائق والعواطف هو موضوعنا في هذا اللقاء. شيخ محمد، يعني قبل الفاصل كان الحديث حول ما يتعلق بالعاطفة المنهي عنها، أو دعني أطرح عليك يعني هذه المسألة بسؤال آخر: كيف نفرق بين العاطفة الطبيعية وأيضا العاطفة المحرمة؟ العاطفة الطبيعية لازمة لرحمة عباد الله، العاطفة التي تجعل الأم ترضع ولدها، لو ما عندها عاطفة يموت الولد من الجوع، العاطفة التي تجعل الأب ينفق على الأولاد، لو ما في عاطفة يكون الأولاد مثل الأيتام على مائدة اللئام. لكن لما تستعمل العاطفة في غير موضعها، يعني مثلا بعض الناس تدركه شفقة أو عاطفة مثلا على إنسان سيقام عليه حد الله، هذه ليس مجالا صحيحا لاستعمال العاطفة. الشفقة هنا ما لها موضع. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. خلاص، ما في مسألة، ما في عواطف هنا يقال والله مسكين لا ما في. ثم نظرا لأن يعني كثيرا من الناس يعني يمكن في قضية جرائم القتل والسرقة لأنه فيها نفوس وراحت وأموال وكذا، يعني يقول إيه ويستاهل خلوه اقطع. في قضية الزنا لا، كثير من الناس يقول بس يعني مسكين وشهوة، تعرف الشباب هالأيام يعني، وبعدين مع المؤثرات والإنترنت والجو والقنوات يعني والله واحد يعني يرحمهم، يعني الواحد يعني مساكين. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، رأفة يعني هذا ليس موضع رأفة الآن، ما من العاطفة الآن، شغل العاطفة، ما تشغل العاطفة الآن، لأن يعني قضية تسويغ المنكر وقضية يعني تجاوز عن الحرام ومشي الأمور وما في داء، لا هذا حد الله، وإلا تنتشر الفواحش في المجتمع وأولاد الحرام وتضيع الأعراض وتنتشر الأمراض. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان له موقف في المسألة: وأيم الله، طبعا اختصار وأيم الله جمع يمين، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شوف هذه بنته، يعني في مقام عاطفة أكبر من هذا؟ بعد ماتت زينب وماتت أم كلثوم وماتوا أولاده وما بقي له إلا هذه البنت، وهو يقول على الملأ: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني خلاص طبقت حد الله، لن تأخذني العاطفة والشفقة ويعني ميع الأمر وفرط لا ما فيه.